دكتور سيف، اليوم اكو بكردستان ازمه رواتب، رجعنا لنفس القضيه. نعم. اكو اخلال بالاتفاق ما بين اللي اقرت على اساس الموازنه، بس لحد الان ما سمعنا اعتراف كردي بصوت عالي، مو في كل مره. يوجد هناك يعني لجنه منذ يوم امس ولغايه اليوم يعني الوصول الى اتفاقات ما يخص الماده 14 من الموازنه، البند الذي ضمن بفرض على سلطه الاقليم بارجاع الرواتب التي للادخار او منها القبيل. هو سياسه الادخار انه هاي المفروض تنشال، تم رفعه لان لم يصوت عليه بالموازنه. هذا البند تم رفعه، لم يصوت عليه بداخل الموازنه، ولكن هناك اتفاق على يعني اعطاء يعني اتفاقات سياسيه وليس في الموازنه العامه على ارجاع هذه المبالغ، لان لا تستند الى قانون الادخار الادخار ومنها القبيل هذا. بالتالي هذه اللجنه هي مشكله الادخار ليش كانت؟ كانت هناك ازمه بين بغداد، كانت هناك بين بغداد ولم تصلهم الحصه الاقليميه وما وصلت، واكو تاخير بالرواتب، فكانوا ياخذون من الموظفين تحت سياسه الادخار اموال. هذه انتفت الحاجه بهذه الموازنه. البرلمان صوت على الغائها؟ لا، اساسا هذا البند تم رفعه، لان اساسا الكتل الكرديه خرجت من الجلسه ما لم يتم رفع هذا البند بالزام حكومه الاقليم بدفع رواتب يعني الادخار. بالتالي تم رفع هذا البند وتبقى ما يعني انه باقي. نعم باقي الادخار. الادخار باقي، نعم باقي، وهذا يعني ملزم باتفاق سياسي تسديد كحكومة إقليم. أنا أعتقد هناك توجه من حكومة السيد مسرور برزاني بدفع هذه الرواتب، دفع رواتب 4 سنوات منذ تسلمه المنصب إلى غاية الآن ولم يتم اقتطاع، ولكن الحديث عن تسديد المبالغ التي تم اقتطاعها في السنوات التي سبقت حكومة السيد مسرور برزاني. نعم. ولكن دعني أتحدث عن موضوع الاتفاق الآن الحاصل. أي. هو الوصول إلى اتفاق نهائي بواردات الإقليم تسلم إلى وزارة المالية في حساب في البنك المركزي. نعم. وهناك أيضا اتفاق، وإلى غاية الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، هناك اتفاق أيضا بتسليم وزارة المالية 50% من واردات الحدود على اعتبار يعني مشابه للمحافظات، على اعتبار لدينا قانون الإقليم وكذلك قانون المحافظات رقم 2008. بالتالي يعني هذا الاتفاق إلى غاية الآن لم يبلور على أرض الواقع حتى ممكن يعني يؤسس لعملية توافق أو اتفاق ما بين الحكومة المركزية وكذلك يعني إقليم كردستان. هذا أيضا معطل لقانون الموازنة، نتحدث عن المادة 13 والمادة 14 هذا الموضوع. الأمر الآخر نتحدث ممكن عن التخصيصات التي أشار إليها ضيفك الكريم، تخصيصات يعني الرئاسات الثلاث. مثلا على سبيل المثال نتحدث ب 21 2022 كانت تخصيصات رئاسة الجمهورية 62 مليار. الآن أصبحت في هذه الموازنة 96 مليار. نتحدث عن تخصيصات رئاسة الوزراء كانت 425 مليار في موازنة 21 موازنة 22. الآن في هذه الموازنة تريليون ومئتين دينار. نتحدث عن تخصيصات الطوارئ كانت 150 مليار. برلمان أيضا 417 مليار. أصبحت الآن 417 مليار للمشاريع الاستثمارية للبرلمان. نتحدث عن تخصيصات الطوارئ كانت 150 مليار، الآن أصبحت 500 مليار، وهذه في هذا بند في الموازنة. نتحدث عن تخصيصات أخرى، طيب ما هي التخصيصات الأخرى؟ 990 مليار. تخصيصات أخرى، فقط تخصيصات أخرى، ما هي هذه التخصيصات الأخرى؟ مثل ما كانت تكتب نفقات خاصة. نتحدث عن منهاج، نرجع للمنهاج الوزاري. السيد رئيس الوزراء يتحدث عن تقنين الإنفاق، يتحدث عن تخفيض يعني نفقات أو المبالغ المصروفة للرئاسات الثلاث، ولكن الأمر زاد ولم ينقص. بالتالي نتحدث عن خطة، ولكن تبقى هذا يعني هذا المنهاج حبر على يعني المنهاج ورق. الحكومي من أخليه يم الموازنة راح يصير تنافر شتان ما لا يتوافقان تماما، ووفق القانون ووفق الخطط ووفق الإدارة، ممكن الأستاذ مختص بهذا الموضوع، يجب أن يكون هناك انسجام ما بين المنهاج الوزاري الذي قدمه السيد رئيس الوزراء وما بين الموازنة حتى نسير على خطط. بالتالي لا يوجد أي ترابط ما بين الأمرين، وهذا أيضا معطل. ممكن نذهب إلى الشهر التاسع. طيب كيف يريد ينجح السيد السوداني وهو
بالتالي بمسميات الحكومة الخدمة السيد السوداني الفرصة الأخيرة. السيد السوداني لديه عدة عقبات، عقبة الدولار وهذا خارج الإرادة، يتعلق بالبنك الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية. وزارة الخزانة الأمريكية هي وزارة حرب، طيب. قراراتها وزارة ماشي. حرب. نتحدث عن أزمات داخلية، لديك الإقليم مقبل على أزمة فراغ دستوري تتعلق بالمفوضية. نعم. المحكمة الاتحادية ألغت قرارات برلمان إقليم كردستان على اعتبار هناك مدد دستورية، وهو تجاوز المدد الدستورية، بالتالي تم إلغاء المفوضية إقليم كردستان ويعني برلمان كردستان. نتحدث عن نهاية ولاية المفوضية في 7/1، بالتالي لديك فقط 19 يوم ما بين إجراء انتخابات مجالس المحافظات وما بين انتهاء الولاية، طيب. وهناك طاعون وهناك طيب. فهذه مشكلة.